هرب يا ويافي. نايم هرب يا ويافي يعني صيادين. انت بقالك قد ايه صياد؟ حوالي 20 سنة. 20 سنة؟ وهنا سهل بس جو عندهم صعب يعني. الاحتلال بيطردهم يعني على المناطق المسموح فيها الصيد يعني كويس الصيد. وسامح لهم 3 ميل يعني، كان بالاول 12 ميل يعني ولهم راحة يعني. وكان يصلوا مصر يعني العريش، يصلوا يعني بورسعيد زمان. بس اليوم على مدى العين يعني بيطردوا طرد بطف عليه وبقتل منهم يعني بصوب منهم. انا اضرب عليه خزايف ورا هنا في الطيارة خزفتين، احنا كنا طالعين حزكات من هنا وضرب علينا خزفتين من الطيارة اللي هي الزنان، هذا بيقول لها الزنان، عشان كنا طالعين في ممنوع. ويوم الحرب برضه كمان كانوا يضربوا الناس يعني، اللي يشوفوا على الحسكة زي هيك يقتلوه. وهين حصل لنا موقفين يعني، طف علي من الضغط من هنا جاني طيب بسباب المين يعني. هذا الموسم موسم سردين، والسردين يعني جوا في المنع يعني ما حد يقدر يصلح يعني. هم عارفين ان المنطقة اللي فيها سمك ومنعين يعني عليهم على الموقع. قاعد بتصيد في النت هذه كلهم يعني، طلع حسكات الدلف والانشال كلهم بيصطادوا في منطقة يعني معينة يعني، كلهم مكربسين فوق بعض وبيقاتلوا مع بعض على المحطات ومحطات. فالاحتلال هو اللي عاملنا مشاكل يعني.